صباح الخير وحياكم الله معنا اليوم في حلقة جديدة من برنامجكم شاي الضحى، وصباحكم أجواء جميلة تبشر بالخير. دائما المطر يبشرنا بالخير ويخلي الواحد فعلا يحس بالتفاؤل، وبداية لشتى إن شاء الله تكون جدا سعيدة. وصباح الخير فاطمة، شلونك؟ الحمد لله بخير، عساك بخير، وصباح الابتسامة وصباح أمطار الخير على ديرتنا الغالية الحبيبة الكويت. ننطلق معاكم في يوم جديد وأسبوع جديد وبداية جديدة مع الطقس. يعني أنا أحب البدايات، شي بداية الشتاء، بداية موسم الأمطار، دائما البدايات يكون لها بصمة خاصة ويكون لها نكهة خاصة. الكل مستمتع والكل مستانس من أمس بالليل ما شاء الله، والجو بلش يتحسن، وكنا ناطرين هالمطر هذا بصراحة. خاصة شي الواحد شي يفتح عينه الصبح، يفتح الشباك يلاقي المطر وصوت المطر والأجواء المميزة مع فنجان القهوة أو حتى كوب الشاي. دائما الواحد يتفائل ويستبشر بالخير بامطار الخير، ولكن دائما احنا نقول اكيد ما ان احنا واجبنا ان احنا ننوه الساده المشاهدين يحطون بالهم بالطريق. يعني السرعه اكيد غير مطلوبه خصوصا في ظل هذه الاجواء، والواحد لازم يدير باله ويحط باله في الطريق، وان شاء الله الكل يكون وصل بالسلامه. بس انتبهوا، ودائما احنا نقول فاطمه شنو نصيحه لكل المشاهدين؟ المفروض انه يكون قبل موسم الامطار يكونون متشيكين على السياره عدل، يعني خلينا نقول من كل النواحي، علشان لا سمح الله ولا قدر الله لا تصير اي حوادث بالطريق وانتم رايحين دواماتكم او اي مشوار الصبح. نتمنى الكل يكون سعيد في هذا اليوم الجميل والغيم، واحد كذي قاعد الصبح يحس انه فعلا اجواء جدا جميله، ولو انه يمكن كثير من الاشخاص يحبون انه يقعدون الصبح يشوفون الشمس، صح؟ بس حلو ان احنا نعيش في هذه الاجواء، اجواء المطر الجميله اللي تخلي الواحد يحس في بدايه الشتاء ان شاء الله. فعلا يا ربي، وان شاء الله يكون كل الموسم مطر فاطمه. ان شاء الله يكون هالموسم موسم امطار وامطار خير. والناس عاده اسماء، يعني في بعض الدول يحبون يسافرون لها، يعني مثلا لندن، يعني دائما غيم ومطر، فلما الاجواء هذه تي عندنا في الكويت نعيشها، يعني خلاص ما له داعي الواحد يفكر باجازه. حلو ان الواحد يغير جو وهو في الديره. الحين ما شاء الله المطاعم، الكافيهات الاوتدور يصير عليها ازدحام وطلب كبير، فنعيش اللحظه ونستمتع فيها. ان شاء الله كل ايامنا تكون سعاده وراحه، وان شاء الله مفاجات كثيره ايضا ناطرتكم في حلقه اليوم. الاستديو عندنا اجواء مختلفه بالضيوف اللي بينورونا، تابعونا لا تبعدوا، راجع لكم من بعد الفاصل. ضيفتنا القادمة سحر الشوة، مستشارة التخطيط الاستراتيجي مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة. الخلايا الجذعية والأنيميا المنجلية، موضوع حديثنا القادم مع الدكتورة سندس الشريدة، استشاري أمراض دم الأطفال وزراعة النخاع. معكم هلال الحميضي، تابعونا في فقرة علم الشخصية. نحتاج خدمة العملاء، ويومياً قاعد نمر بتجارب مع مقدمين خدمة العملاء، أو إحنا نكون العملاء، أو إحنا مقدمين خدمة العملاء. خدمة العملاء كلنا لازم تابعوني في فقرة لكل مزاج علاج في شاي الضحى، معاكم دكتورة عذار الفضلي.
مع تزايد الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية المتسببة بتزايد الأزمات الإنسانية، جاءت دولة الكويت وفق ترتيب تقارير الأمم المتحدة بالمركز الأول على الصعيد الخليجي والإقليمي والعالمي في تحقيق الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة. كما تصدرت دولة الكويت قائمة الدول المانحة بتقديم المساعدات الإنمائية للدول الأقل نمواً، تشجيعاً لنمو التجارة والازدهار فيها. لا تتحقق أهداف التنمية المستدامة إلا بوجود التزام قوي بالشراكة والتعاون العالميين واستكمالها بشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين لجمع المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتقاسمها بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، لا سيما البلدان النامية، وتشجيع وتعزيز الشراكات العامة وبين القطاع العام والقطاع الخاص وشراكات المجتمع المدني الفعالة والاستفادة من الخبرات المكتسبة من الشراكات. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وبمناسبة اليوم العالمي للأمم المتحدة نطرق اليوم مع ضيفتنا لمحاور مهمة في التنمية المستدامة والسلام والإنسانية. كثير من التفاصيل إن شاء الله راح تكون معنا، لكن من بعد ما نشوف هذا التقرير خلكم معنا. يوم الأمم المتحدة وهو يوم عالمي يحتفل به منذ عام 1947، حيث قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ 24 أكتوبر من كل عام يوم للاحتفال بذكرى إعلان ميثاق الأمم المتحدة، والهدف من ذلك كسب دعم الشعوب وتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة. وفي عام 1971 اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بإعلان يوم الأمم المتحدة يوم عالمي، وأوصت كل الدول الأعضاء بالاحتفال به. يوم الأمم المتحدة هو جزء من أسبوع الأمم المتحدة واللي يمتد من 20 إلى 26 أكتوبر. رجعنا نتواصل معكم مع ضيفتنا اللي منورتنا في الاستديو الأستاذة سحر الشوة، مستشارة التخطيط الاستراتيجي. صباح إن شاء الله بالخير وحياة إن شاء الله معنا في شاي الضحى ومنورتنا، ودائما مع تغيير الجو النفسية تغير. شلون شايف الأجواء اليوم مع المطر؟ الله يبارك، اللهم صيبا نافعا. إن شاء الله. في البداية أستاذة سحر ودنا نتطرق للفعاليات اللي إن شاء الله راح تقام اليوم، فكلمينا عنها. طبعا يوم الأمم المتحدة هو نحتفل فيه سنويا يوم 24 أكتوبر. نحتفل بتوقيع ميثاق الأمم المتحدة اللي ويكون يوم للتوعية بأهمية هذا الميثاق والمبادئ اللي بني عليها، ومنحتفل كذلك بمجهودات الأمم المتحدة في دولة الكويت، فنعمل حفل سنوي. إن شاء الله راح يكون اليوم مساء في بيت الأمم المتحدة، بيت الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه، وبنحتفل فيه بندعو شركائنا اللي نتعامل معهم من شركاء حكوميين أو قطاع خاص أو جمعيات نفع عام، وبندعوهم للاحتفال مع سويا بهذه المناسبة. نعم، بهذه المناسبة الجميلة والأجواء الحلوة إن شاء الله تكون احتفالية جدا مميزة. أستاذة سحر، أيضا ودنا نتكلم عن أهداف الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة. طبعا الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة تعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير الإنسان وتطوير حياته بما يعود عليه بالنفع، وبالتالي طبعا أهم خطوة أو أهم اللي هو الغايات الإنمائية المستدامة التي وقع عليها سمو الأمير في سبتمبر سنة 2015، والتي تعتبر هي الخارطة الطريق لكل الدول وقعت عليها، بحيث أنه جميع الدول بحلول العام 2030 تحقق هذه الأهداف 17، والتي تغطي جميع ما يحتاجه الإنسان لعيش حياة كريمة، من حفاظ على القضاء على الفقر للتعليم للصحة للبيئة للبيئة فوق الأرض في البر وفي البحر، العولمة طبعا بالنسبة للكويت اللي هي كمان نقطة كتير الكويت تهتم فيها وإلها تاريخ فيها. نعم، أيضا ودنا نتكلم عن دور الكويت فيما يخص السلام والتنمية وأيضا الإنسانية، هل راح تركزون على هذا الدور من خلال فعالياتكم؟
طبعا الكويت لها تاريخ مشرف دائما وحافل بالمساعدات الإنسانية على مدى زمنها، وطبعا توجت بسنة 2014 عندما حصل سمو الأمير على لقب أمير الإنسانية، والكويت دولة الإنسانية، وذلك للجهد الكبير الذي تقوم به الكويت دائما في المساعدة على في أي بلاد أو أي ناس بحاجة إلى المساعدة. فهذه اجت بناء على مؤتمرات سوريا وكذلك العراق وكذلك فلسطين أو غزة. فتاريخ الكويت الحافل في المساعدات الإنسانية التي تركز عليها لمساعدة الناس الذين يعانون من مناطق الحروب أو النزاعات، فكانت من خلال حتى في الكويت طبعا مجهوداتها عادة من خلال الصندوق الكويتي اللي أساسا وجمعياتها. فكل هذه الأمور عملت تاريخ لدور الكويت في المعاملات الإنسانية، واللي دائما بنحافظ أو بنحاول نبرزه للعالم، لأن في مجهودات كتير يجب أن تبرز ونحافظ على مكانة الكويت العالمية وسمعتها الطيبة. نعم أستاذة سحر، هل في مثل هذه الاحتفاليات، يعني اليوم راح تقام إن شاء الله احتفالية مساء، هل يتم استذكار بعض مواقف الكويت مثلا بالنسبة للعمل الإنساني لبعض الدول؟ 100% كل هذه، يعني عندنا معرض للصور راح يكون مقام بالإضافة للاحتفالية يترخ للكثير من جهود الكويت، منها مثلا على سبيل المثال كمان الكويت ترأس في السكيورتي كونسل أو مجلس الأمن الدورة في 2018-2019. فمنعمل يعني عملنا السنة اللي طافت وكمان السنة بطريقة كمان مبتكرة وكثير باستخدام تكنولوجيا وباستخدام عروض مرئية بالإضافة للصور. فرح يكون الاستذكار كل هذه الأمور وإلقاء الضوء على دور الكويت على مدى سنين بحيث نبرزه كما يجب. حلو، يعني حلو أننا قاعد نعلم كل الأجيال هذا الدور اللي برزت في دولة الكويت في صعيد التنمية وصعيد الإنساني وأيضا في مجال السلام. ودنا أيضا أستاذة نتكلم عن دور ومهام اليو أن في دولة الكويت. طبعا الكويت الأمم المتحدة موجودة في الكويت منذ زمن يعني حوالي 65 سنة تقريبا، ولها مكاتب مقيمة تخدم الكويت من خلال وجود مكاتب مقيمة مثل منظمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو برنامج مفوضية اللاجئين أو منظمة العمل الدولية. ففي عدة منظمات موجودة في الكويت، وفي منظمات تخدم الكويت ما إلهام من خلال مكاتبها الإقليمية في الدول العربية، زي منظمة الأمم المتحدة للمرأة أو اليونسكو أو اليونيسف، ما إلهم مكاتب بس يخدمونا. وإلنا برامج خلال على مدى السنوات اللي فاتت، برامج تعاون مشترك مع الأمان العام للتخطيط والتنمية اللي هي الشريك الحكومي، اللي من خلاله نطور البرامج التي تتماشى مع خطة عمل الحكومة. مثلا الإطار الحالي إن شاء الله اللي سنوقعه قريبا رح يكون من خلال مبني على خطة عمل اللي هو ركائز خطة التنمية على رؤية كويت جديدة والغايات الإنمائية المستدامة. فبالتالي تدخلاتنا مبنية على حاجة الدولة وما تستطيع أن تقدمه الأمم المتحدة من قيمة مضافة. نعم، أتمنى التوفيق لكم إن شاء الله أستاذة سحر. لكن قبل ما نختم هذا اللقاء ودنا كلمة أخيرة للسادة المشاهدين بمناسبة هذه الاحتفالية اليوم. طبعا بسعدنا وجودكم، شكرا لاستضافتكم وإلقاء الضوء على أهمية يوم الأمم المتحدة وأهمية دور الأمم المتحدة في الكويت، اللي بنأمل أنه بإذن الله تعالى يكون دور فعال في التنمية وفي تحقيق أفضل ما يمكن لتنمية بلدنا الحبيب وتنمية بناء القدرات البشرية فيه، لنصل إلى فعلا المكانة العالمية التي تستحقها الكويت دائما. آمين يا رب إن شاء الله. شكرا لك أستاذة سحر، نورتينا في شاي الضحى. موفقين إن شاء الله من خلال فعالياتكم اليوم راح تقدمونها. يعطيك العافية. شكرا لك. فاصل من بعد إن شاء الله راح نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. سمعت بأهداف التنمية المستدامة ومن أين جاءت وكيف يتم إنجازها. شهدت القمة الأممية التاريخية في سبتمبر 2015 اعتماد قادة العالم لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بهدف مواصلة المسير نحو الارتقاء بالإنسان وانتشال ملايين البشر من الفقر. وشاركت دولة الكويت بصياغة بعض الأهداف وساهمت بتنفيذها في مطلع عام 2016. ارتكزت أهداف التنمية المستدامة على 5 محاور هي الناس، الازدهار، الكوكب، السلام، الشراكة.
كما استندت أهداف التنمية المستدامة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد حان الوقت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية ضمن رؤية سامية عنوانها كويت جديدة. المهمة ليست سهلة ولكنها ممكنة بتضافر الجهود. رجعنا نتواصل معكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى، والانطلاقة مع فقرة أسبوعية مميزة من خلالها يتعلم كل شخص شلون ممكن يتعامل مع خدمة العملاء، وأهمية أيضا خدمة العملاء في إبراز مؤسسة أو أي شركة نتعامل معها. أول نقطة في التعامل مع خدمة العملاء واللي تعبر عن الشركة ومدى ترحيب هذه الشركة بالعملاء هي طريقة التحية والسلام، وهي من الآداب ومن الطرق المميزة اللي من خلالها الواحد يعبر أيضا عن شخصيته وش كثر هو حاب يتواصل مع الشخص اللي قباله. طريقة البادي لانجوج، نبرة الصوت، في أمور كثيرة وتفاصيل كثيرة راح نتعرف عليها من خلال فقرتنا الجاية، تابعوها. مرحبا أعزائي المشاهدين، وفقرة جديدة من فقرات خدمة العملاء والجانب الإداري منها. قبل فترة حطيت بوست في إنستغرامي قاعد أقول إيش كثر مهم لي دخلنا أي مكان نسلم، والسلام هي تحيتنا إحنا بشكل عام وشكل كبير، وواجب علينا نسلم لندخل أي مكان. جت لي ردود عجيبة غريبة، قالوا لي ليش إحنا لندخل مكان كعملاء نسلم على اللي موجودين كموظفين داخل المكان؟ فكانت إجابتي وايد واضحة. اليوم الموظف اللي يشتغل بأي مكان كان، سواء في محل يبيع، سواء هو بيقدم خدمات، وهو موجود داخل هذا المحل عشان يخدمنا إحنا كعملاء أو كزوار حق هذا المكان. فإحنا ما نعرف شنو الحالة اللي قاعد يمر فيها الموظف وهو قاعد في مكانه، في المحل، في جهة عمله. فأنا لين أنا أمر وأدخل عليه وأقول له السلام عليكم، يعطيك العافية، حتى لو ما كنت أبي أشتري، حتى لو كنت أنا بأمر وأطلع، اليوم هذا الموظف ما ندري شنو قاعد يترقب منك كعملاء واحنا داخلين عليه. وهذا من اصعب الادوار اللي يقوم فيها موظفين خدمه العملاء، اذا كانوا هم ما يدرون نوع العميل اللي زايرهم او شنو ممكن ييله. فلو احنا ابتسمنا ودخلنا وصبحنا عليه وقلنا له شلونك اليوم، ردت فعله ما تتخيلون ايش كثر راح تتغير. ما تدرون ايش كثر هو ممكن يكون معانا في مرحله اختيارنا المنتج او الخدمه. ما تدرون هذا ابتسامتك وسلامك له يمكن تكون هي الشيء الجميل اللي صار له خلال هذا اليوم. فاحنا كعملاء لنا تاثير وايد عالي على موظفين خدمه العملاء او اللي قاعد يقدمون لنا الخدمه. اليوم لا تتجاهل السلام باي مكان كنت. احد الردود اللي جت لي على هذا البوست اللي حطيتها في انستغرام قالوا لي هو واجب عليك كموظف خدمه العملاء من يشوفنا احنا داخلين وهو اللي يسلم علينا، مو احنا اللي نسلم عليه. طبعا اليوم من سياسة كل مكان وكل مشروع وكل صاحب محل إنه يثقف موظفينه في إنه هم يبدون في التحية والترحيب حق الناس اللي داخلين، بس ما يمنع إذا أنت دخلت كذلك أنت تسلم وترد تتكلم معاه بنفس الطريقة. أكيد ومتأكدة مر عليكم مواقف مثل ما هي مر علي إن نشوف ناس يدخلون المحلات بصمت بهدوء يفر في المحل وبعدين يطلع. وهذا نوعية من العملاء ما يحب أي نوع من التواصل مع البائع أو مقدم خدمة العملاء لأنه يحس أن هذه منطقة خاصة فيه. إحنا نحترم هذا الشيء، فلذلك واجب الموظف اللي في هذا المحل وهو اللي يسلم ويرحب في الضيف اللي داخل المحل ويعطيه مساحته في الحوار أو في أنه يتمشى ويشوف المكان أو البضاعة اللي يبيها. الأمر الآخر، في نوعية من العملاء يحبون اللي يدخلوا بمكان فعلاً يحسون الناس هم مميزين ولهم دور في هالمكان، فيبدي يسلم، يبدي يسأل عن اللي موجودين، يسأل عن البضاعة، يسأل عن موظف خدمة العملاء. فهذا النوع هو يحب نوع من التفاعل أو الانتراكشن اللي احنا نسميه بينه وبين مقدم خدمة العملاء. فالسلام بكل الأحوال واجب علينا كعملاء داخلين المكان، وكذلك واجب الترحيب على موظف أو مقدم خدمة العملاء حق أي ضيف يدخل المكان. لا نتجاهل السلام ولا نتجاهل احنا بالضبط نسأل عن حال أو أحوال الشخص اللي قاعد يقدم لنا خدمة العملاء، لأنه قاعد يتأثر فينا وإحنا كذلك قاعد نتأثر في طريقته في تقديم خدمة العملاء حقنا. فاليوم النصيحة اللي بقول لكم إياها، مهما كانت حالتك ومهما كان حال موظف خدمة العملاء ما يمنعنا إن إحنا نسلم على بعض.
أتمنى بشكل وايد كبير أن أنتوا تحرصون على نفسكم على زملائكم وتتجاهلون السلام، وإن شاء الله يوم من الأيام نشوفكم دائما في حال أفضل، سواء فيها أخذتوا خدمة العملاء أو أنتوا قدمتوا خدمة العملاء. رجعنا نتواصل معاكم مع ضيفتنا اللي منورتنا في الاستديو. كثير ما نسمع عن أهمية الخلايا الجذعية وعن استخداماتها وأدوية تتضمن هذه الخلايا، لكن ما هي الخلايا الجذعية ومن أي ممكن أن ناخذها؟ وأيضا راح نتعرف على فوائدها مع الدكتورة اللي منورتنا في الاستديو، لكن قبلها خنتابع معاكم هذا التقرير. تعرف الخلايا الجذعية على أنها خلايا غير متميزة، قد تنقسم لإنتاج بعض الخلايا التي تستمر كخلايا جذعية أو تصبح خلايا متخصصة. وتمثل الخلايا الجذعية مصدراً مستمراً لتزويد الجسم بالخلايا المتميزة المسؤولة عن تشكيل الأنسجة والأعضاء، ليس في جسم الإنسان فحسب وإنما لدى النباتات أيضاً. تنقسم الخلايا الجذعية إلى 4 أنواع رئيسية بالاعتماد على مصدرها وقدرتها على التمايز: الخلايا الجذعية الجينية، الخلايا الجذعية البالغة، الخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات، الخلايا الجذعية من الدم المحيطي، وخلايا الحبل السري الجذعية. إذن رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، راح نرحب بضيفتنا الدكتورة سندس الشريدة، استشاري أمراض دم الأطفال وزراعة النخاع. صباح الخير. صباح النور. حياك الله معنا دكتورة، منورتنا اليوم في شاي الضحى. الله يحييك، يشرفينا أن أكون معكم اليوم. دكتورة، دائما احنا نسمع عن الخلايا الجذعية، لكن كثير من الأشخاص يمكن تسألون شنو هي الخلايا الجذعية أصلا وليش هي أصلا مهمة لنا؟ الخلايا الجذعية هي الخلايا، خلينا نقول الأم، اللي موجودة في نخاع العظم، هي المصدر الرئيسي لإنتاج مركبات الدم. مركبات الدم الرئيسية هي الخلايا البيضاء المسؤولة عن المناعة، والخلايا الدم الحمراء اللي هي مسؤولة عن الطاقة والأكسجين اللي تنقله حق كل الأعضاء، والصفائح اللي هي مسؤولة عن محافظة علينا من أن يكون عندنا نزيف، هي مسؤولة عن التجلط. فإذا صار فيها أي خلل يصير في هذيلي خلل، واحد منهم أو اثنين منهم أو ثلاثتهم. نعم. هذه الخلايا الجذعية، ومكانها تكون داخل نخاع، يعني داخل العظم نفسه. وايد يصير في لبس في الموضوع أنه في نخاع الشوكي اللي هو الظهر. صحيح، أنا على طول يبالي أصلاً هذا الشيء. نعم. لا لا، هو نخاع العظم نفس الدياية، لما نكسر العظم نشوف داخل الأحمر، هذا هو. أو الخروف مثلاً لما يقصون العظم النخاع اللي داخله، هذا هو. نعم. هذه هنا تكون هي موجودة. حلو. أيضا دكتورة، قاعد نسمع مع تطور الطب أنه صار في شيء اسمه زراعة الخلايا الجذعية. نعم. شنو هو زراعة الخلايا الجذعية؟ زراعة الخلايا الجذعية هي نقل زراعة خلايا سليمة. نعم. من متبرع إلى مريض مشكلة عنده في الدم أو أمراض مناعة أو أمراض وراثية. ليش احنا نغير الخلايا الام هذه؟ لانها هي المصدر مثل ما قلنا حق مركبات الدم الحمراء او البيضاء او الصفائح. فلما نغيرها، يعني نعوضها من خلايا مريضه، نحطها بدالها خلايا سليمه. فهذه يسمونها زراعه، ان ننقل الخلايا من متبرع سليم الى مريض. نعم. انا ودي اتكلم عن نقطه دكتوره ذكرتي، من متبرع سليم. نعم. من هو المتبرع؟ هل في شروط معينه مثلا تاخذون بعين الاعتبار كاطباء بان المتبرع مثلا تنطبق عليه هذه الشروط؟ اي نعم. المتبرع يكون الافضل، طبعا احنا نسوي تطابق نسيجي. نعم. التطابق النسيجي يسمونه باللغه الطبيه HLA matching. نعم. عندنا احنا نفضل 100% او 12 من 12 ونسميه 10 من 10. نعم. كلهم يكون تطابق نفس الشيء، والأفضل يكون المتبرع من قريب، يعني إخوان من الدرجة الأولى. وبعدين نقدر نبعد شوية، عيال عم بس يكون متطابق، أو عيال خالة متطابق، أو خالة أو عمة، خاصة بالكويت عندنا تناسب قريب وايد بالعائلة. لازم يكون يعني من صلة القرابة دكتورة. صلة القرابة الأولى، هذا يكون أفضل شيء.
ليش؟ لأن نتائج عملية الزراعة بتكون أحسن، بتكون أقل أضرار جانبية، أقل التناحر نسميه أو أقل الرف، وأقل نسبة النجاح بتكون أعلى. نعم. هذا أول شيء. بعدين يصير التبرع من غريب اللي هو يكون متبرع دولي، نكون إحنا نكلم المراكز التسجيل للخلايا الجذعية الخارجية، طبعا هذا وفي مراكز معتمدة خارجية. نعم. نكلمهم نقول هل عندكم الـ HLA match لهذا اللي هو التطابق النسيجي لهذا الشخص، ونحط لهم صورة تحليله، فيقولون إيه لقينا اثنين في كندا، واحد في الهند، اللي لنا أكسس نقدر نأخذ هذا الشيء. وفي طبعا عن طريق هذا طبعا الغريب، وفي طبعا يكون من كورد بلاد اللي هو الحبل السري. حلو. أي هذا أهم، نفس الشيء يدورونه خارجي. نعم. وبعدين الصفات السليمة، صفات المتبرع السليم، إنه يكون هو خالي من الأمراض المناعية، يعني ما عنده مثلا الذيبة الحمراء أو مرض روماتيزم، هذه الأمراض كلها يكون ما خالي أي منها. مرض مناعي لازم ما يكون خالي منها. نعم. أي هذا أول شيء، ويكون ما عنده كانسر من قبل أو أمراض سرطان من قبل أو ما تعرض حق الكيماوي من قبل. نعم. فهذه أهم الأشياء. نعم. طبعا ما عنده أمراض معدية مثل الأمراض الوباء الكبدي أو مرض الإيدز، لأنه ممكن ينقل المرض يعني. نعم. إيه ينقله طبعا. نعم. فما سوينا شيء يعني، صحيح مرض وبدلنا في مرض. نعم. يعني لازم المتبرع يكون سليم وصحته يعني ممتازة. إيه. فوق الممتازة، فنكشف عليه ونشيك عليه from A to Z هو فعلا مناسب يصلح أنه هو يتبرع. دكتورة، هل الزراعة تكون فقط حق الأطفال؟ وفي أي عمر يعني تفضلون تسوون زراعة الخلايا الجذعية؟ زراعة الخلايا الجذعية تنقسم حق قسمين، الأوتولوجس نسميه والألوجينيك، الحين أقول أسامي بالعربي، الأوتولوجس اللي هو الذاتية من الجسم نفسه، وهذا يكون فيه بعض الأمراض السرطانية بالنسبة للأطفال، والأمراض السرطانية هم للكبار، يعني الكبار لغاية الستينات هذه كلها تتسوى العملية اللي هو زراعة الخلايا الجذعية الذاتية من الجسم نفسه، يكون خلص مثلا علاج الكيماوي، الحين في فترة نقاهة هنا ناخذ الخلايا الجذعية ونجمدها، وبعدين مرة ثانية نرجعها للمريض نفسه، لأنه عشان ما يرجع للمرض مرة ثانية. هذا بالنسبة حق الأوتولوجس يسمونها، أو الزراعة خلايا الجذعية الذاتية. في الألوجينيك اللي هم المتبرع، وهذه تكون دائما نفس ما تكلمنا بالبداية من متبرع خارجي، يكون إما من قريب اللي هو من الأهل، أو من غريب يكون من متبرع دولي أو أحد كلش ما يصير له، أو طبعا من كورد بلاد اللي هو حبل السري. نعم. أنا ودي أتكلم عن هالنقطة، ذكرتيها مرتين دكتورة أثناء حديثك لي عن طريق الحبل السري. وايد سمعنا يمكن بالفترات الأخيرة والسنوات الأخيرة بأن الحبل السري أنه له كثير من الفوائد، وحضرتك ذكرتي الحين أيضا فائدة. لكن ودي أعرف شلون يتم العلاج في الحبل السري، ودي شوية نذكر هالطريقة هذه. الحين في ترند يمكن في مستشفياتنا الخاصة، وحتى يعني للحين ما بدينا أتوقع في مستشفى الولادة، بس مستشفيات الخاصة أن نخش الحبل السري، تكون في شركة تخش الحبل السري من المولود الجديد. ليش؟ لأن هذه الخلايا جدا مهمة لإنقاذ حياة الأطفال المصابين بأمراض الدم نفس ما قلنا مساعة أو أمراض السرطان. شنو ليش هي مهمة؟ لأن هي تكون عندنا أكسس أو يكون عندنا متوفرة، هذه نقدر نجمدها مدة 25 سنة. إذا ما لقينا متبرع خارجي، ما لقينا متبرع قريب، وهذه طلعتنا هي تطابق، نقدر نستخدمها، فيكون هذه مثل متبرع متوفر حطينا احتياط. وإذا إحنا ما استخدمنا حق مثلا حق المريض اللي نعرفه أو هذا، وفي مريض دولي وطلع عندهم أن هم بالبحث أن هذه العينة مناسبة له، يكون طبعا بعد استئذان الأهل أنه يصير نستخدم الحبل السري هذا. ويكون طريقة طبعا شلون التخزين، يكون هو طبعا دم الحبل السري جدا بسيط وصغير، فيكون في كياس صغيرة، يكون كياس صغيرة دبسة مثلا أو يعني يعني سيلد، يعني مسكرينها بإحكام. إيه بإحكام. وتكون مخزنة بالنيتروجين مدة طويلة. أوكي. ودنا يعني نعرف أكثر دكتورة، شنو الأمراض اللي ممكن تعالجونها من خلال الخلايا الجذعية؟ قلنا طبعا الأمراض، أمراض الدم وأمراض السرطانية مثل اليوكيميا، هذا طبعا كله المتبرع. أمراض الدم اللي نقدر نعالجها مثل اضطرابات الهيموغلوبين مثل البيتا ثلاسيميا
منتشرة عندنا، والأنيميا المنقلية هم منتشرة عندنا بالكويت. طبعا أمراض دم تصخر العظم هذا مرض شوي نادر، وطبعا أمراض الجينية الوراثية مثل أمراض التخزين أو التمثيل الغذائي هذه نعم. بعد شيء ثاني أكيد نحمد الله سبحانه على التطور الكبير في عالم الطب، يعني أنقذ كثير من الحالات عن طريق هذه التطورات الطبية اللي قاعد نشهدها بشكل سريع وكبير دكتورة. لكن ودنا نتكلم أيضا عن آخر التطورات للخلايا الجذعية، شو اللي يتوصل للطب الحين؟ بالنسبة حق زراعة الخلايا الجذعية الحين في طبعا مرينا في مراحل الأمراض الوراثية هذه وأمراض الدم. بالبداية كانت تعالج بنقل الدم أو تعالج بأدوية كنا نعطيها، بعدين طلعت الخلايا الجذعية. طبعا طلعت أول محاولة كانت سنة 58 وطبعا ما نجحت، بس بعدين استمروا بالمحاولة وكان نجاح لأول حالة لوكيميا، وبعدين استمر كل ما ليس في تطوير. الآن وصلنا إلى تطويرها للعلاج الجيني. العلاج الجيني هو نفسه زراعة خلايا جذعية لكن ذاتية، يكون من الجسم نفسه. مثلا الحين بدأوا في الحين نيو ستدي في الحين دراسة في بريطانيا أو في أوروبا، أصلاً كلها يجمعون كذا مريض، حدود عدد المرضى 10، اسمها كريسب ستدي. هذه الدراسة تسوي علاج جيني اللي هو عن طريق الخلايا الجذعية، ناخذها من المريض مثل بيتا ثلاسيميا الحين، ناخذها ونودي الدم، ناخذ الخلايا الجذعية نوديها في مختبر خاص يمرر لنا على فيروس، الفيروس هذا متخصص بس انه يغير تركيبة جين الخلايا الجذعية هذه، وناخذها عقب تقريبا 6 أسابيع او شيء كذي نرجعها مره ثانيه حق المريض نفسه. ليش هي زينه هذه العلاج الجيني؟ ليش هو احسن؟ نسبة الوفيات اقل من 5%. نسأل الكيمو اللي راح يتعرض للطفل أو الكبير اللي راح يأخذ العلاج الجيني مدة أقل، بدال مثلا أسبوع أو 10 أيام راح تكون 4 إلى 5 أيام. الأثار الجانبية اللي ذكرتها مساء الرفض أو التناحر هذا ما راح يكون، لأنه راح يكون هو نفسه خلايا فما راح من داخل الجسم ما راح يتهاوش معها، يعني مسالم وياها فتستقر الخلايا وتقعد، بس إن هي جينيا تغيرت صار فيه هندسة جينية عليها فتقعد تنتج، وهذه مكلفة جدا الحين يعني بدوا فيها ومكلفة جدا، بس هذه آخر تطورات بالنسبة لي زراعة خلايا الجذعية الذاتية اللي هو آخر شيء الحين وصلنا. نعم كل الشكر لك دكتورة سندس شريدة، نورتينا في شاي الضحى. وطبعا احنا ودنا نعرف بصراحة تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، خاصة أنه صار في تطور كبير في الطب وفي العلم، فهل يعني في مثلا أجهزة الحين صارت تدعم خاصة موضوع الزراعة في زراعة الخلايا الجذعية؟ يعني الأجهزة يعني مثل يعني كأجهزة للعملية نفسها؟ لا العملية جدا بسيطة ترى، هي بس الترتيب الميداني هو اللي نحتاج اللي ما كان بالنسبة حق الكويت. الكويت طبعا بدأت الزراعة من سنة 2000 في مركز شيخة بدرية، وعملوا لغاية الآن تقريبا 500 وشيء إلى 600 حالة، منها حالة أكثر شيء الحالات الذاتية، وفي حالات اللي هو من تبرع، وفي منهم الأطفال تقريبا 22 حالة. أنا كنت معهم من سنة 2011 لغاية الآن. الحين راح نبدأ إن شاء الله في مستشفى البنك الوطني عن قريب إن شاء الله بإذن الله حق لهذه الزراعة إن شاء الله. أتمنى دائما التقدم في العالم الطبي، ورح نرجع معاك الدكتورة، لكن رح ننتقل معكم إلى فقرتنا القادمة مع الدكتورة عذاري الفضلي، وراح تعرفنا على المزاج المتردد وشو ممكن نعالجه، لأن كثير من الأشخاص فعلا يعانون من هذه الحالة. لكن خلونا نتابع تفاصيل كثيرة مع الدكتورة عذاري الفضلي. صباح الخير وحياكم الله معاي في فقرة جديدة من لكل مزاج علاج. كل فقرة نتكلم عن مزاج معين وشون نقدر إن إحنا نعالجه أو نعدله أو نغيره. اليوم راح نتكلم عن مزاج التردد. الحالة المزاجية هذه حالة مزعجة للشخص نفسه وللناس اللي حوله، دائما عندهم آراء مختلفة ويتنقلون من رأي إلى رأي جديد في لحظات بسيطة بدون ما أنهم حتى يقدمون على التجربة أو يجربون أول رأي، فنشوفهم دائما مترددين في آرائهم.
أول شيء أصحاب هذه الحالة هم أصحاب مبتكرين ومبدعين. ليش؟ لأن دائما تظهر عليهم حلول متعددة ومختلفة لمشكلة واحدة، ونشوفهم دائما يقفون في حيرة في اختيار الحل المناسب لهذه المشكلة، فيصير عنده تردد إن أي حل أختار فيهم، عندي وايد حلول، هل أختار الحل الأول أو الثاني أو الثالث؟ طبعا أصحاب الحالة المزاجية المترددة هم كذلك أشخاص يخافون من الفشل، فقبل ما أنه هو يختار الحل المناسب أو أي رأي يعني حط أمامه، يفكر في إذا أنا فشلت في هذا الحل وممكن هذا الشيء يأثر علي، أو ممكن هذا الحل ممكن أنه هو يفشل وما ينجح. فنشوف دائما عندهم أفكار مخيفة من الفشل، وبالتالي يصبحون أشخاص مترددين، مزاجهم دائما متقلب ومتردد، وعندهم صعوبة في اتخاذ القرار. فشان نقدر احنا نعالج هذا المزاج ونغيره وما يأثر علينا؟ أول شيء دائما استخدم الورقة والقلم مع هذا المزاج. حط الورقة والقلم واكتب جميع الحلول اللي في بالك أو ظهرت عليك ونتيجة المشكلة اللي أنت قاعد تمر فيها، اكتبهم كلهم على الورقة، وعند كل حل اكتب مزايا وعيوب هذا الحل. دائما تذكر عنصر الوقت لهذا الحل، هل يحتاج مني وقت طويل علشان أن أنا ألجأ لهذا الحل، هل يحتاج مني وقت قصير؟ تذكر عنصر الجهد، هل يحتاج مني جهد علشان أن أنا أوصل لهذا الحل وأنفذه؟ وتذكر دائما إذا كان في عنصر مادي مصاريف، هل أن أنا محتاج أن أنا أحط مصاريف علشان أحل هذا أو هذه المشكلة؟ لما تذكر هذه العناصر عند كل حلول راح تظهر لك الحل المناسب لك، ويساعدك جدا في اتخاذ القرار بدون تردد أو صعوبة في اتخاذ القرار. هذه كانت فقرتنا اليوم، ان احنا شلون نقدر نعالج الحالة المزاجية المترددة. لاقوني في فقرة جديدة مع مزاج جديد، ولكل مزاج علاج. مع السلامة. رجعنا معكم ورجعنا مع ضيفتنا المنورتنا في الاستديو دكتورة سندس الشريدة. دكتورة، نرجع نتكلم عن الخلايا الجذعية وأهميتها في علاج كثير من الأمراض. ودنا يعني نرجع مع محور مهم جدا، الأنيميا المنجلية. شنو هي؟ الأنيميا المنجلية هي عبارة عن مرض وراثي تكسر مزمن يصيب، طبعا ينولد الطفل فيه بس يبين على عمر سنة أو أكثر شوي، يصير فيهم تكسر مزمن، معناته يصير فيه تكسر في الخلايا الحمراء فيصير لون أصفر، يعني يصير عندهم لون العين مصفر شوي، شحوب لأن أنيميا فقر الدم. هذا أول ما ينولد يعني ممكن نلاحظ عليه؟ هو يمكن يبين أو يبين عقب على عمر سنة أو أكثر شوي. نعم. شحوب والاصفرار لأن تكسر دم مزمن، الطحال يصير عنده كبير شوية، وطبعا ضعف البنية. فتقول الأم أن أنا ولدي ما أدري شكله شوية غير، ما قاعد يكبر يعني، ما قاعد يكبر وضعيف، وتحس حتى لو كبر شوي مو مشخص، لمن يركض غير عن حقوانة، ما عنده طاقة. بس شنو المشكلة بالأنيميا المنقلية؟ إحنا الخلايا عندنا الخلايا الحمراء تكون دائرية، بالأنيميا المنقلية يصير شكلها منقلي اللي هو هلالي. ليش؟ لأن الهيموغلوبين S أو الهيموغلوبين المنقلي صلب، فيخلي الخلية الحمراء تصير يابسة. مشكلته إنه إذا مر بالأوعية الدموية يتلصق فيسوي جلطات صغيرة، فيينا الطفل أو يينا الكبير أنه يكون عنده انتفاخات بالمفاصل أو بالعظام أو آلام شديدة. هو معروف المرض أنه عنده نوبات عظم شديدة. فهاي المشكلة. طبعا هالنوبات هم تصير بأي مكان في الجسم، بالأعضاء، تصير في الدماغ، في الرئة، بأي مكان ثاني. دكتورة، أنا ودي أسألك سؤال أمانة، يعني
اول ما ينولد الطفل عاده يعني تصير معاه، وفي اطفال كثار يمكن يصير معهم بصفار، صح؟ فعاده الاهل يخافون منه حسب درجه البصفار، ممكن تكون درجته يعني حتى عاليه، فيضطرون يدخلون الطفل الى المستشفى. هل ياثر هالموضوع هذا؟ هل له علاقه بفقر الدم المنجلي؟ هل ممكن يسبب مضاعفات؟ اي فقر الدم المنجلي يصير يسوي بصفار بس مو النسبه العاليه. نعم. لانه هو تكسر دم مزمن فيكون نسبته بسيطه، بس نشوف ان نسبه الصفره بتحليل الدم شوي عاليه. اللي قاعد نتكلم عنه اللي هو الصفره الفسيولوجيه. نعم. اللي تصير يمكن لغايه عمر 6 اسابيع يصير الياهل لونه أصفر، وهذا خاصة بعد الرضاعة الطبيعية، وإذا زادت نسبته تأثر على المخ لأن مادة الصفرة مو زينة للدماغ، يعني حتى تدمر الدماغ. عشان كذي يدخلونه بالمستشفى ويسوون التحاليل ويعرضونه حق الضوء يسوي له علاج ضوئي. الأنيميا المنقلية لا غير، الصفرة مو بيج ديل، يعني مو مهمة وايد. نعم. بتكون موجودة ومستمرة بس ما تسوي لنا مشكلة. الأعراض الكبيرة ما تسوي مثل هالأعراض الكبيرة. لكن إذا كبر الطفل أو صار سن المراهقة أو صار يعني سن البالغين يصير عنده، لأن من كثر التكسر يصير عنده حصوات في المرارة، وهذه طبعا الحصوات تسوي مشكلة وتسوي لنا صفرة وتسوي لنا المشاكل الثانية تبع الأنيميا المنقلية. نعم. نعم دكتورة، يعني عرفنا أن عندك التسجيل الوطني لأنيميا المنجلية، فودنا نعرف تفاصيل أكثر، تعطينا نبذة عن هذا الموضوع. التسجيل الوطني بدينا من سنة 2010 أنا وبروفيسور كونلي، هو هم استشاري دم أطفال. نعم. بدينا في مستشفى مبارك تحت رعاية كيفس، مؤسسة الكويت التقدم العلمي. طبعا خذينا الإثكس اللي هو الإثكس ريسيرش كوميتي أبروفل اللي هو موافقة الأخلاقيات والبحوث، خذيناهم سنة 2010 ونجددها كل 3 سنوات. فطلعنا بإحصائية، وهذا نسوي تسجيل، نحاول أن نسجل كل المرضى الموجودين بالكويت تعاونا مع أطباء الدم الأطفال وأطباء الدم الكبار. فحصلنا لغاية الآن 400 حالة مسجلة كاملة كلينيكيا، طبعا بالاسم بالكل الديتا تبع المريض، وكلينيكيا المرض نفسه لغاية الآن كله مسجل. يكون عندنا نعم. 400 حالة لغاية الآن سجلناهم، 89% منهم كويتيين. نعم. طيب دكتورة، يعني ذكرنا يمكن بالمحور الأول عن الخلايا الجذعية ولها كثير من الفوائد. نعم. هل اللي عندهم هذه المشكلة فقر الدم المنجلي هل يعالج بالخلايا الجذعية؟ هل في تطورات جديدة في عالم الطب؟ أي نعم، يعالج بالخلايا الجذعية. هو بداية المرض طبعا، إذا في مرض الخلية الأنيميا المنجلية مرض في منه بسيط الشدة، متوسط الشدة وشديد. الشديد اللي يكون معاهم جلطة بالدماغ أو نوبة بالرئة أو آلام بالعظم متكررة اللي على طول دخل المستشفى، فجودة الحياة تكون ضعيفة، فيحتاج إلى زراعة نخاع في هالحالة. فهني تي دور زراعة النخاع في الخلية في الأنيميا المنقلية. نعم. دكتورة، ودنا نعرف أعراض أكثر عن الشخص المصاب بالأنيميا المنجلية. هل في أعراض معينة ممكن الأم تلاحظها على الطفل تكون واضحة؟ بالنسبة للأطفال أقل من سنتين يصير يبكون لأنه ما يعرفون يعبرون طبعا. نعم. عن عمرهم، ويصير عندهم انتفاخ بين الأصابع بين يعني بالصبع بين العظمة والعظمة، يسمونه انترديجيتال سويلينج. هذا بأي عمر نبدا نلاحظ؟ بالرضع لغاية اقل من سنة او سنتين يصير عندهم انتفاخ بالمفاصل الصغيرة باليد او بالرجل، وانتفاخ هم بالرزق يمكن يكون، ويبكي الطفل وايد. فلما تيجي تسوي طبعا ما ادري شنو في ولد يمكن طايح يمكن هذا، بعدين نكتشف انه عنده انيميا، ولما نسوي التحليل بين عنده انيميا منقلية. هذا نمبر 1 شلون يبين، ويبين بشكل ثاني انه مثل ما قلنا هزال وضعف عام وشحوب وصفره، وتسوي تحليل دم ويبين معها. يبين بعد اذا كان يا التهاب بالعظم، يعني الطفل يكون معاه حراره 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 يدخل مستشفى يطلع مع التهاب العظم، لأن هم معرضين أكثر لالتهاب العظم عن الناس الثانية. نعم دكتورة، يعني الأطفال أول ما ينولدون يتم عمل فحص دم شامل، هل أول ما ينولد الطفل مع هذه الفحوصات ممكن يكتشفون الأهل في البداية ولا ما يكون واضح؟ في بالدول برا يكتشفونه مبكر وعلى طول يحولونه حق أخصائيين الدم. أنا عندي هذا الشيء وايد أحسن عشان لا تنصدم الأم وينصدم الطفل حتى بالعلاجات وغيرها من الأمور. صحيح، هني بالكويت إن شاء الله يطبقونه، اللي هو قاعد يسوون فحوصات عند الولادة بس مو من ضمنهم المنقلية الآن، بس في الفحص الإلزامي ما قبل الزواج
هذا الحين اللي قاعد يسوي من سنة أتوقع 2009 اللي قرروه، اللي هو يكون فحص الزوج والزوج اللي أو اللي يبون يتزوجون للرجل والمرأة، ويتأكدون إذا هم خالين من الأنيميا المنقلية، وإذا هم عندهم الأنيميا المنقلية يعني واحد في منهم حامل والثاني حامل حتى لو ثلاسيميا ما يصير يتزوجون. فهني فهو يعتبر مرض وراثي. نعم. مرض بالدم وراثي. دكتورة، يعني الشخص المصاب بهذا المرض هل مثلا عنده أسلوب حياة مختلف عن جداً. مثلا أقرانه مثل شنو؟ مثل شنو؟ أول شيء ما يقدر يلعب رياضة حاله حال الباجي، لأن مع الرياضة يصير إجهاد للجسم يدخله بنوبات الألم، ولأن نوبات الألم مثل تكسر العظم، يعني ألم جدا شديد ما يروح إلا بالمسكنات القوية، يمكن بالوريد المورفين أو غيره. هذا أول شيء. ما يقدر يوقف بالشمس مدة طويلة لأن يتعرض حق جفاف، وإذا تعرض حق جفاف خاصة الطابور الصباح بالنسبة للأطفال والكبار ما يقدر يشتغل عامل أو ما يقدر يشتغل برا أو دور، لازم اندور. ليش؟ لأن الجفاف يؤدي حق نوبة العظم. ما يقدر يمارس حياته مثلنا مشي، حتى لو صار كبير من يمشي 10 دقائق يأتي نوبة نوبة العظم. مناعة عندهم أقل. ليش؟ لأن الطحال عندهم ما يشتغل عدل، لقينا في تضخم بالطحال فما يشتغل عدل، فيصير معرض للالتهابات اللي احنا نكون اميون، يعني احنا نكون عندنا مناعه منها، التهابات بكتيريه معرض حقها اكثر. فنقول لهم اخذوا فاكسين، وبعدين على طول ياخذون هم بنسلين مرتين باليوم. فحياتهم جوده حياتهم ضعيفه مو نفسنا احنا، فعشان كذي. وبعدين يصير معهم نخر في العظم، يعني هذا من عادي بالمرض نفسه، يصير عندهم نخر بالعظم وهم صغار، يعني على عمر 14 سنه 15 سنه يكون تبديل مفصل الحوض او الركبه او حتى الكتف، فالمرض جدا شديد. فعشان كذي زراعة الخلايا الجذعية قبل، ليش احنا نقول نسويها بالأطفال؟ لأن حدنا لغاية 16-18 سنة نقدر، من عقب ما نقدر نسوي زراعة خلايا جذعية. فإذا لقينا مؤشرات إن المرض فعلا شديد على طول go ahead وسووا زراعة خلايا جذعية. ما لقينا متبرع عادي، متبرع نصفي اللي هو يا الأم يا الأب، ودائما أكيد هم متوفرين ويتبرعون حق عيالهم. نعم، ربي يشافي كل مريض إن شاء الله ويتمم عليهم الصحة والعافية. لأن يعني أمر مؤسف يمكن لما الواحد يكتشف هذا المرض، ولكن الحمد لله أن الطب موجود بفضل من رب العالمين، يتم يمكن علاج كثير من الحالات، وحتى نقول الواحد شوية يكون عنده هذا الأمل دام أن الطب قاعد يتطور، وأمل دائما يكون برب العالمين. طيب دكتورة، يعني أنا لأنه وايد تأثرت لما أسمع هذا الكلام، أحس فعلا معاناة يمكن كثير من الأشخاص، يعني الواحد يحمد ربه على الصحة والعافية دائما، أن أنا أقدر أقوم، أنا أقدر أمارس يومي بالشكل الصحيح، أمشي وغيرها من الأمور اللي الواحد يمكن يشوفها بسيطة لكن تكون كبيرة عند كثير من الأشخاص. طيب دكتورة، يعني هذا المرض، يعني ذكرتي حضرتك أن فيه كثير من الأدوية اللي ممكن يأخذونها. طيب الأطفال الصغار، يعني لما تكتشف الأمور، شنو هي المضاعفات اللي تصير على الطفل مع هذه الأدوية؟ شو ممكن يأثر فيه؟ احنا ونعطي الأدوية مثل أول شيء نعطي الفوليك أسيد، هو معزز بس للدم، نسبة الدم. ثاني الخطوة نعطيها طبعا البنسلين، قلنا حماية للطفل أو حتى البالغ أنه ما يله أمراض بكتيرية، لأن أصلا الطحال عندما يشتغل. الخطوة الثالثة نعطيها هيدروكسيوريا، هو علاج كيماوي الوحيد المصرح ان نعطيه لمرضى الانيميا المنقليه. ياخذونه على طول دكتوره يعني مدى الحياه؟ يعني ياخذه، ما يقدر اذا وقفت له نوبات، واحيانا هذا نفس الدواء ما يسوي كنترول على المرض. نعم. هذا الدواء يعني يقلل من الهيموجلوبين المنقلي، بس اذا المرض شديد خلاص ما يقدر، حتى لو زدنا الجرعات عاليه. فاذا زدنا الجرعات عاليه والمرض مو كنترول، ذيك الساعه نسوي غسيل الدم، او يسمونه مو غسيل عفوا اكستشينج، تغيير تبديل الدم. يعني تبديل الدم كل شهر ندخله في برنامج ونسوي مدة سنة، ونسوي بعدين إعادة تقييم المريض زين مو زين، لا لغاية الآن مو زين، لازم زراعة بصورة عاجلة، لأن شون مثل ما قلت جودة الحياة جدا ضعيفة. نعم دكتورة، المتبرعين بالخلايا الجذعية شو ممكن يتواصلون معاكم؟ المتبرعين بالنسبة حق يعني يبون يتبرعون إيه؟ نعم. ما أدري الحين في مركز سلوى اللي توا أنشئ قريب، أنا مو مع جروب مركز سلوى لأن أنا يعني توني جديدة جاية الكويت، بس إن مركز سلوى أنشئ جديد لتخزين الخلايا الجذعية، ويكون هو مركز لحفظ الخلايا الجذعية والتبرع، نقدر نقول بنك الخلايا الجذعية. نعم نعم، هو المفروض إنه، فالحين هم في طور التجهيزات. نعم. فإذا في طبعا متبرع الحين لغاية الآن، لأن ما عندنا بنك،
للخلايا الجذعية، هو مجرد يكون عندنا بنك يكون الأمور سهلة إن شاء الله للمتبرعين. نعم، الواحد ينقذ حياة شخص محتاج فعلا، خصوصا لما الإنسان يمر في هذا الظرف الصحي تتعطل كثير من الأمور في حياته، فحلو أن الواحد يبادر ويساهم. يمكن نشوفه شيء بسيط لكن عندهم شيء جدا كبير، وهو إعطاء حياة، لأن الوفيات في هذا المرض بالعشرينات والثلاثينات عالية مقارنة بالأمراض الثانية. نعم، يعطيك ألف عافية دكتورة سندس الشريدة، وجدا استمتعنا معك واستفدنا كثير من هذا الموضوع، وفعلا الواحد يصير عنده دائما أمل في خلينا نقول التطورات الطبية اللي قاعد نلاحظها بشكل سريع. شكرا لك. شكرا لك دكتورة. أسماء، أيضا من الأمور الحلوة في تطور الحياة هي أن نطور شخصيتنا، وفي ناس يتجهون إلى هذا التطوير ويفهمون بعض الأمور بطريقة خاطئة، مثلا حب النفس والثقة بالنفس والغرور والأنانية. يعني أحس أن فعلا في مفاهيم تكون مغلوطة عند البعض، ويكون في خط رفيع ما بين الغرور والثقة بالنفس. الثقة بالنفس طبعا لازم الواحد يميز في الموضوع هذا، أن أنا اليوم واثقة من نفسي، يعني أنا أقدر أقبل على مشروع، على مثلا خطوة جديدة في حياتي وأنا واثقة. لكن التكبر وخلينا نقول الغرور صفة منبوذة طبعاً، لازم الشخص يبتعد عنها. يعني أنا لا عامل الناس بازدراء علشان أنا والله واثق من نفسي، هذا أنا ما أعتبرها ثقة بالنفس طبعاً. هذا نقص موجود بالشخص نفسه، ولازم يعالج هالمشكلة هذه لأنها صفة غير حميدة، حتى يعني يمكن تنفر الناس من الواحد فعلا. يعني الغرور من الصفات اللي تخلي الشخص يخسر أمور كثيرة في حياته. ممكن أحيانا الشخص راح يخسر نفسه إذا تمسك بهذه الصفة. الثقة بالنفس معادلة وايد بسيطة بالنسبة لي، إن الواحد يتقبل أخطاء أو يحاول يعدلها ويعرف وين نقاط القوة وأيضا يطور منها. تفاصيل كثيرة أيضا راح نتعرف عليها خاصة في هذا الموضوع مع الأستاذة هالة الحميضي، تابعوها. حياكم الله وأسعد الله صباحكم بكل خير. فقرة جديدة إن شاء الله بنتكلم فيها عن شيء دارج هالأيام وقاعد تشوفونه كل مكان، بالسوشيال ميديا، بالبرامج التلفزيونية، حتى بجامعاتكم بالبيت، ألا وهو حبي ذاتك. شنو معنى حبي ذاتك؟ الناس قاعد تفهمها بطريقة خاطئة. الواحد قاعد يحب نفسه بطريقة أنانية. يمكن الحين الكثير راح يقول هل احنا نختلف معك؟ نطرح خلف أفهمكم الموضوع. الواحد لما يحب ذاته شيء جميل، الواحد لما يهتم بنفسه شيء جميل، الواحد لما يلبي احتياجاته شيء رائع. بس ايش قاعد يصير هالايام؟ الناس قاعد تفهم مصطلح حبي ذاتك بطريقه خاطئه. الواحد قاعد يحب نفسه ويتجاهل مسؤولياته. الناس قاعد تحب نفسها وتتجاهل عيالها. الناس قاعد تحب نفسها وتتجاهل شريك الحياة. الناس قاعد تحب نفسها وتتجاهل المجتمع ككل. هذا مو معناته حب النفس، هذا ينحدر تحت الأنانية. شلون تحبين ذاتك بدون ما تكونين أنانية؟ تحبين ذاتك، تهتمين بنفسك، تهتمين بنفسيتك، تهتم بنفسيتك، تهتمين أو تهتم بجسدك، من ناحية الأكل اللي لازم تأكل، الغذاء، من ناحية الرياضة اللي لازم تسويها، من ناحية أنك تسوي تشيك أب كل فترة والثانية، هم أنك تلبي احتياجاتك النفسية، سواء تبي والله تغير جو تطلع، تبي تشوف أصدقائك، تبي تقعد بروحك، تبي تقرأ كتاب، إلى آخره. كل واحد وشنو يحب، بس أنه ما تتجاهل مسؤولياتك، ما تتجاهل عيالك. احنا ربنا وصانا بالعيال، وصانا بالأهل، وصانا بكثير من الأشياء، حتى الأرض مسؤوليتنا. فالواحد لازم يحب نفسه بس ما يتجاهل المسؤوليات اللي عليه، حتى العمل مسؤولية وراح تحاسب عليها. فياليت كل المشاهدين يهتمون بنفسهم، يحبون نفسهم بس ما يتجاهلون مسؤولياتهم، لأن في ناس معتمدين عليكم وفي ناس لهم حق عليكم. حياكم الله.
هذا اللي قاعدين نقوله احنا فعلا الانسان يحب نفسه ولكن دائما لازم يكون عنده تقدير حتى للاخرين. كذي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامجكم شاي الضحى، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من كثير من الامور اللي تطرقنا لها. يعطيك العافيه فاطمه. الله يعافيك اسماء، نترككم بحفظ الله ورعايته، نتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد وتستمتعون باجواء المطر بديرتنا الغاليه الحبيبه الكويت. مع السلامه. مع السلامه.